يعطيك العافية. الله يعافيك. ايش بتساوي هذا؟ والله زي ما انت شايف يا اخوي نايم تحت الركن، وانا اللي لما ما لقتش الا مكان انام فيه غاد، يعني نايم هناك في الطريق في يعني نايم في عريشه هيك كلها تبدخر علي مي هناك عند المدارس، يعني نزلنا زول ما عمرنا نزلنا، ويعني مهما يطاردونا اليهود مهما يهجرونا مهما يرحلونا لكن مش حنطلع عن وطننا، هذا اراضينا ومدن ولدنا فيها وبدنا نعيش فيها وبدنا نموت فيها. هذه الهدنة اللي أعطونا إياها، الهدنة إنسانية بسموها هدنة إنسانية، هذه هدنة ولدت فينا الوجع، زرعت فينا الحزن. يعني روحنا على بيوتنا لقينا بيوتنا كلها، بيتي أنا عريس متزوج اللي شهر، بيتي كله رايح، بيت أخوي، بيت أخوي، بيت عمي، بيت جاري.